يسأل ويقول: ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء في أيام الشتاء جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الجمع إلا في أحوال المرض، إذا احتاج المريض إلى الجمع فإنه يجمع، وكذلك المسافر إذا احتاج إلى الجمع، مسافر لم يقصر الصلاة إذا احتاج إلى الجمع يجمع، وكذلك في حالة المطر في البلد إذا كان هناك مطر شديد يبل الثياب ويتأذى الناس بالخروج في المطر، وكان هناك وحل يطول في طريقهم إلى المسجد يتأذون به، ففي هذه الحالة يجمعون بين المغرب والعشاء، هذا هو المشهور المعروف عند أهل العلم. أما بين الظهر والعصر فهذا فيه نظر، والأحوط ترك الجمع بين الظهر والعصر في هذه الحالة. نعم.